بين سرديات وتراجم التاريخ خلدت ذاكرة العصور الإسلامية سير فرسان بلغوا رسالة الدعوة وحملوا راية الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. كان يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد من فوارس الإسلام دفع أغلى مهر في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوته خير من فئة. نقطة تحول في مسيرة الجهاد الإسلامي، مش مجرد إن هو هيفتح علشان يستولي على المكان، ولكن لكي ينشر الإسلام. صوب العبودية لله كان سبباً في النصر. في سجل الفوارس الفاتحين. فوارس الإسلام مع رامي محمد يومياً 3:05 عصراً. اهلا بيكم معانا مره ثانيه برنامج فوارس الاسلام، وخلي يعني ناخد معانا زميلنا العزيز على التليفون رامي محمد. ازيك يا رامي؟ استاذ يوسف الغالي والعزيز، كل سنه وحضرتك طيب وكل مشاهديك بخير. حبيبي يا رامي، ربنا يخليك يا رب وانت طيب. كلمني عن فوارس الاسلام كده بإجازة يا رامي. انا لسه قايل انت مسكتني 45 دقيقه قبل الهوا، فانت ليك في ذمتي دلوقتي دقيقه ونص دقيقتين تلخص، وريني مهارتك في التلخيص. تمام. هو فوارس الإسلام برنامج بيتناول خلال أيام شهر رمضان فارس أو قائد وموقع عبر التاريخ الإسلامي، وأغلب المواقع دي مرتبطة بشهر رمضان الكريم كتب فيها النصر والفتح على المسلمين خلال شهر رمضان. حلو. في أكثر من فقرة، في فقرة عن الأسباب والدوافع خوض المسلمين أو المسلمون هذه الموقعة، والأسباب مش بتبقى للحرب، يعني الإسلام لم يدخل الموقع دي لمجرد الحرب أو الفتح، لكن لها أسباب، منها إرسال الرسل والكتب وأيضا محاولات الصلح الكثيرة، والحرب بتبقى الخيار الأخير. صحيح. في كمان بنجيب بعض المواقف والمشاهد للفرسان والقادة، سواء في الخطط والعبقرية العسكرية والفروسية الكبيرة أو كمان المواقف الإنسانية. يعني من وصايا الإسلام والنبي دائما لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، ففي وصايا مرتبطة حتى بالحروب وأخلاق الحرب في الإسلام. وبنتكلم في الآخر على النتائج، هل النتائج دي خروج العلماء فيما بعد دخول الإسلام لهذه المدن وهذه الفتوحات، خرج من البلاد دي علماء مسلمين، خرج منها نوابغ، كمان نشر الدين في البلاد دي بشكل واسع ودخول الكثير من أهل البلاد دي في الإسلام. بنطرح كمان مجموعة كبيرة جدا من المواقع المرتبطة بالشهر الكريم، وكمان فيها مواقف إنسانية واجتماعية وأبرز الفرسان طبعا في عصور مختلفة. بنتكلم عن عصر النبوي، كمان عصر الخلفاء الراشدين، وبننتقل بين العصور حتى كمان العصر المملوكي والأيوبي، وبنتناول بعض المواقع اللي فيها محاكاة أو قرب من الحالة. يعني العصر المملوكي والأيوبي رحنا صورنا في قلعة صلاح الدين والقلاع والقصور الملكية، صورنا في عصر الخلفاء والعهد النبوي في المساجد، فربطت ما بين المكان والحدوتة نفسها أو الفارس بشكل كبير. طيب جدا. دايما يا رامي في البرامج اللي من النوع ده بيبقى في حد بيثير إعجابك الشديد، وانت بتشتغل أكتر فارس من هؤلاء الفوارس علق في دماغك مين؟ أنا هقول لك على حاجة، ودي يمكن أنا لما بشتغل على الموضوع بتاع الفوارس أو كمان الشخصيات التاريخية، أنا بوصل لمرحلة إن أنا ببقى على قناعة كبيرة وممكن أنام أحلم بيهم كمان يعني. طب حلو. فأنا كان دايما الزبير بن العوام كان يعني عالق في ذهني بشكل كبير جدا، خاصة كمان دوره في فتح مصر طبعا وفتح حصن بابليون، وكمان لما عمرو بن العاص أرسل للخليفة الفاروق عمر بن الخطاب بيطلب منه الإمدادات، فأرسل له 4000 فارس وقال له أرسل لك 4000 فارس على رأس كل 1000 فارس بألف، كان منهم المقداد بن الأسود والزبير بن العوام، فهو فارس فدول علقوا معاك جدا. طيب جدا. بص بقى، احنا منتظرين البرنامج كل يوم الساعة 3:05 قبل الفطار، صح كده؟ صحيح. هنتفرج على البرنامج، وبعدين طبعا كده كده انا وانت هنتقابل كتير في شهر رمضان المبارك، فبقى هقعد اقول لك رايي اول باول قدر الاستطاعه، لكن ما شاء الله واضح ان هو برنامج جميل واظنه برنامج مفيد جدا لينا كلنا. كل الشكر ليك زميلي العزيز رامي محمد.